حتى اللي كانت اللي بتتباع ب 10 جنيه بدأت تتباع في السوق السوداء ب 30 جنيه، لانهم خلصوا كل الفتاكين اللي في الاسواق. لكن احنا قلنا خلاص بقى الفوز اكيد مش هيبقى فيه لا حل في ده امال لو العصبيه كنا كسبنا يعني. كان عملوا فيكوا ايه؟ ده انتوا كنتوا اتسلختوا يا ابني. لا هي مجموعات معينه جايه خصيصا مكلفه بهذه المهمه يعني، راجعين يأدبونا. هي او بعدين انت عارف ماشيين في الشوارع في السودان، انت بتشوف الميليشيات الصوماليه لما بيبقوا ماشيين في ايوه الصومال. انا اسف بس صوتي ضايع شويه، بس مش من حاجه، احنا كلنا كويس، المجموعه اللي معايا كلها كويسه، معايا هلا صدقي ومعايا فانتوا جبنه عسل. قاعدين في بيت او اوتيل مثلا جنب السفاره. دخلنا مطعم كده جنب حلو السفاره خليكوا فيه. الكنديه. بص يا وائل، وائل وائل اسمعني وائل، انا سامعك سامعك. لا ما احنا هنخلينا فيه، بس احنا الحقيقه عايزين نقف جنب زملائنا اللي في المطار يعني، عايزين نتجه اليوم. بس في انا هقول لك يا وائل، يا وائل دلوقتي خلاص اسمعني، اسمع الرساله دي بشكل واضح. احنا هنحولك على الكنترول دلوقتي، هديك نمره تليفون، كلم نمره التليفون دي هي اللي هتوديك المطار. سامعني يا وائل؟ تليفون. وائل ما فيش مشكلة، اوكي خلي التليفون واحنا نكلمه، بس المشكلة ان انا مش عايزين نقعد في المكان اللي احنا مش فيه. هتقعدوا، اسمع اسمع اسمعني يا وائل، مش هنبقى مستخبيين. في ناس هياخدوكوا دلوقتي من عندك يا وائل، هياخدوكوا، هيكلمك مصطفى دلوقتي استاذ مصطفى السقا، هيديك نمره واحد، هيديك نمره حد عندك، الواحد ده هو هيتصرف ياخدك من مكانك، هيوديكوا المطار، هيوديكوا المطار مباشره، مش هتحتاجوا للجانب السوداني، دول المصريين عندك هيتعاملوا معاكوا فورا. شكرا وائل الابراشي. معانا الكابتن ابراهيم حسن اللاعب الدولي السابق. اهلا يا كابتن ابراهيم، ازيك؟ اهلا وسهلا بيك. انا طبعا متابع الموقف من الصبح. يرضي مين ان المصريين او مصر يتعامل معاهم كده؟ انا دلوقتي واحد صاحبي من صديق مهندس من مصري عايش في الامارات، وراح الماتش بيكلمني بيستنجد بيا دلوقتي، وكان عايز النمره عشان يخش يقول لك احداث، بيقول لي ده 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 حاجه تاكيده، بيقول لي كل معظم الناس الجمهور الجزائري اللي هناك كلهم مطلعينهم من سجون ومشتريين كل الاسلحه البيضاء، وبيقول لك في تواطؤ من الناس السودانيين هناك معاهم. فانا بقول ايه؟ كفايه بقى ايه؟ طعمني طبطب على الدنيا كلها، ومش مصر ولا المصريين اللي يحصل معاهم كده. احنا ما ينفعش يحصل معانا كده. وانا كان من رايي برضو الناس اللي تروح هناك ما كانش يروح بقى فنانين ولا روح بتاع، كان زي الناس زي يعني ناس فعلا. نبعت ابراهيم، نبعت وحوش، نبعت وحوش زي ما هم باعتين. بس انت يا ابراهيم احنا ناس مسالمين دايما، لا رايحين نتفرج، واحنا رايحين نحارب يا ابراهيم، احنا رايحين نتفرج على ماتش، نتفرج على ماتش، فمش هنبعت ناس مسلحه يعني. انا توقعت يا استاذ عمرو، انا توقعت اللي هيحصل كده. كان لازم برضو لازم نعرف، مع احترامي لدوله السودان ولا جمهوريه السودان، ان احنا امنيا وبرضو كل حاجه النظام برضو مش على المستوى. كان لازم احنا مش رايحين نودي مصريين نضحي بيهم. الشعب المصري دوت لازم بني ادم المصري ده يبقى ليه كيان. ما ينفعش كان يروح كده، كان لازم نروح نامن. نامن بايه؟ يبقى يطلع قوات خاصه تطلع معانا، وده صح وده مش عيب. انما اللي بيحصل ما ابراهيم، ما هي دي دوله هتقدر ازاي تنزل فيها بقوه يعني؟ في حد بيعمل بعدين إيه؟ التزموا كمان، قال لك احنا ملتزمين وهنامن وهنعمل، باظت منهم. عارف ان في الاستاذ جمال مبارك والاستاذ علاء والناس وناس وزراء وناس قبل الناس دي كلها، مع احترامي ليهم، اي بني ادم مصري، اي بني ادم مصري يحمل الجنسيه المصريه موجود هناك، كان لازم 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 يبقى فيه حرص وخوف. عندك حق ابراهيم، محدش بيتعلم ببلاش يا ابراهيم. انا بقول يا استاذ عمرو، بقول دلوقتي لازم يبقى فيه تحرك، لان الكلام اللي بيقوله الاستاذ خالد يوسف ده كلام برضه يعصب. لما هو قاعد يقول لك انا عن طريق صحابي وطريق ناس سودانيين اصدقائي ومش عارف ايه، ان الوضع مش خطير. ادي الاستاذ، في ناس ايديها في المايه يا ابراهيم. ادي الاستاذ وائل الابراش اللي كان برضو كان بيقول يا جماعه ده سودانيين قصدي جزائريين، واحنا شعب واحد وراجل محترم وكل حاجه. ادي متحاصر وشاف بنفسه، ادي شاف، اديهم شافوا ان ابراهيم حسن شاف ايه هناك، ادي شاف بنفسه قلب خلاص وائل الابراشي. وجهه نظره بتاعت امبارح واول اتغيرت النهارده عشان يعرف. بس شافوا ابراهيم حسن وفرقه المصري اتعمل فيها ايه هناك مع فريق بجاية جزائري، وقلنا الكلام ده، ويطلع المعلم شوبير الاستاذ شوبير بيعمل مصالحه ويعمل بتاع.
احنا ايه بقى كفايه كده بقى كفايه 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 الناس اللي مستفيده والناس اللي ليها بيتكلم في بيزنس. احنا لازم مصر دي حاجه كبيره ولازم يعرفوا. وانا حزين جدا انا والله والله انا لو موجود وكنت هطلع لو موجود كويس انك مش هناك والله لو موجود هناك لا انا اللي اجريهم مش هم اللي جرونا انا كويس انك مش هناك يا ابراهيم لازم الناس المصريين الحمد لله الحمد لله شكرا يا ابراهيم لازم يوقفوا صح يا استاذ عمرو اكيد اكيد كل حاجه كل الحسابات تتعاد تاني وكل واحد كان بيقول كلمه هتتلف النهارده حبل حوالين رقبته كل واحد كان بيقول كلمه غريبه في الموضوع ده وهو مش فاهم حاجه النهارده بتتلف حوالين رقبته وبيشوف نتيجتها ما كناش يا عمرو